السلام عليكم. بوتين يبلغ ماكرون شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار. وجاء في بيان الكرملين أكد فلاديمير بوتين أن التسوية ممكنة فقط إذا تم اتخاذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم وحل مسألة نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد. وأضاف البيان كما ثمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي منفتح على مفاوضات مع ممثلي أوكرانيا ويعول على أن تؤدي إلى النتائج المرجوة. وأعلن الكرملين يوم الاثنين أن الرئيسين أجريا تبادلات جادة وشاملة لوجهات النظر بخصوص جميع جوانب الوضع حول أوكرانيا خلال محادثات هاتفية مطولة بمبادرة من الجانب الفرنسي. من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويريتش عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا عن وقف إطلاق النار. وقال غويريتش في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا: لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة إلى الطريق السليم. أتمنى أن تسفر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عن وقف إطلاق النار وحل سلمي دائم. وأكد غويريتش ضرورة وقف القتال والعنف في أوكرانيا وتطبيق القانون الدولي بشكل عام. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.